يقول اشتار عند السلف دم القصاصين. القصاصون هم الذين يصيغون القصص الجميلة لكن ما لها أساس، يعني يجمع الناس ويعطيهم من هالقصص هذه كلها أحاديث كذب. زين، يعني من طرائف ما ذكر أن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من أئمة التابعين سافر إلى عبد الملك بن مروان في الشام، وهو في الطريق مر على مسجد في العراق، فدخل المسجد فإذا الإمام بعد ما خلصت الصلاة أو كذا المهم قام يحدث الناس، فمن ضمن ما حدث الناس أنه قال ثم يؤتى بالصور فينفخ في الصور، وهذه النفخة، ثم يؤتى بالصور الثاني فينفخ فيه النفخة الثانية. فيقول فقمت وقلت يا شيخ إنما هو صور واحد ينفخ فيه مرتين، ليس يعني صور آخر، يعني صور ثانية. قال أنت تكذبني؟ يقول قاموا ضربوني ضرب في المسجد ما هدوني لما قلت في 17 صور يلا تركوني. يقول فذهب إلى ابن مروان فقال ابن مروان ما أطرف ما رأيت في طريقي. فقال فيقول سقط في الأرض من الضحك. فهؤلاء القصاصون يعني يأتون بمثل هذه القصص والخرافات، يعني حتى يعني حدثني أحدهم يقول كنا في مسجد فقام ما أدري هل إمام المسجد أو غيره، فقام يحدث الناس فيقول جاء أسد دخل المدينة فخاف الناس، فجاءه النبي أو ابن عباس فأمسكه من أذنه، مسك الأسد من أذنه زين ها، وقال له إياك أن يعني ترعب أهل المدينة تخيف أهل المدينة وكذا، فطأ رأسه وانصرف الأسد. فيقول صاحبنا يقول ما تحملت، فقمت قلت يا شيخ هذا الحديث مكذوب، هذا حديث موضوع، واللي يقول موضوع تقول عن حديث الرسول موضوع، أنت اللي موضوع تحس ما أعرف مسكلة موضوع وورت عليه، واللي يقول أنت اللي موضوع. يقول كادوا يضربونني في المسجد لولا أن تدخل بعض أهل الخير فقط أخرجونا بدون ضرب فقط. فهؤلاء هم القصاصون، يأتي بقصص غريبة ما أنزل الله بها من سلطان ويحدث بها الناس، وأحيانا ينسبها إلى الرسول وأحيانا ينسبها إلى الأنبياء السابقين وأحيانا ينسبها إلى التابعين وغير ذلك من الأمور. شيخ بعض الناس ينزلها على الدعاة في زماننا هذا، ممكن يكون بعض الدعاة الآن يستخدمون هذه الطريقة، يعني هي ليست حكرا على أحد، يعني هذا الذي حدثني يعني حي موجود، يعني ممكن الآن بعض الناس من يشتهرون بالدعوة وكذا يأتون يعطونك من هالقصص هذه، يعني 5% صج و 95% من تحت باطة، يعني ألفها لك وكذا. فهذا وارد. فالقصد أن القصاص هو الذي يأتي بالقصص غير الصحيحة المكذوبة ثم يحدث بها الناس يعني ليجذبهم. وكان بعضهم يقول نحن لا نكذب على الرسول وإنما نكذب للرسول، يعني نكذب لأجل أن ندعو الناس، هذا كله لا يجوز، حرام. طبعا في كتب في هذا، في كتب تحذير الخواص من أحاديث القصاص وغيرها، في كتب طيبة جدا في هذا المجال. سمت